بون سي اسكندر، مرحبا بك على موقع سبيرونس تونس بون نت. هزيمه توجع شويه. اون بروميير كيستيون، رينا النفزي كان يسخن، قام يسخن وقت اللي ضرب منصور ومن بعد معز عبود هبط، علاش بدلت رايك معناها في التغيير هذا؟ على خاطر باش نجيب ايهاب المباركي على اليسار، هو لاترال، فهمت؟ دونك لا بوسيبيليتي اللي من بعد فكرنا فيها اللي هي افول يلعب في ليكيب ناسيون تاع غانا اريال جوش، دونك يلعب هذيك اريال جوش وما قصرش، في ان بون ماتش الى بيان كونتري معناها كونتر لي سازون، ودخلنا عبود لو جون اللي معناها يستنى في فرصته باش يلعب في ماتش تيراك. لي شونجمون تاع يانيك ودراجي ما جاوش مؤخر شويه حسب رايك؟ يانيك تخلى 12 13 مينوت دو جو دوزيام تيم، كان شي نجم يبدا من البريمير معناه من اول الشوط الثاني، او كيف كيف 10 دقائق ما تبدل حتى شيء. ممكن دراجي مخر شويه، لكن اللي معناها الهدف الثاني معناها على كرة ثابته اللي معناها مخالفه، ونحكيو مع اللاعبين نقول لهم ما تعملوش دي فوت غاديكا، ايسي دو نو با فير دو فوت غاديكا، هي اللي خلت الماتش معناها يتدواوك. ترجي ما عندوش مدرب، اسكندر القاسي نعرف في فتره مؤقته ما تشوفش الهزيمه هذه تنجم تخلي الاداره تسرع باش تجيب مدرب جديد فين؟ ما عندي حتى نقطه، ما نجمش نجاوبك عليها. ماتش السي اس اس الجمعه الجايه. اون لو بريبار دون لا ميور دون لا سيرينيتي ان شاء الله. شكون عندنا برشا نقائص، معز بن شريفيه، حسين الراقد، سامح الدربيلي يرجع ما يرجعش. بن منصور ما يلعبش. بن منصور حسب الاصابه. الخضره معناها نخدموا على روحنا ونحضروا لاميوريكيت. يعطيك الصحة. حسين، بيان فينو سور اسبيرونس دو تونس بوان نت. اون ديفيت كي في مال نو؟ سي تخي مال، سي تخي مال بور نو ديجا، بور لي سوبورتير، بور تو مون، سي كيلك شوز كي في تخي مال. اون افي ا كور دو جوستومون فار بليزير لو بوبليك، ريستي ان تيت دو سو فلونتينا، اي سي كيلك شوز كي في تخي مال. مرحبا بك على اسبيرونس تونس بوان نت. اول ديربي بالنسبه لك انت، مالوريزمون هزيمه. رينا اليوم دالي عطى كل ما عنده لكن الريزلتا ما مشاتش. صحيح، هو الديربي اللي نلعبه معناتها، وما نحبش معناتها نخسر يعني، اما ديما كيك ديما عندي كيك ديما نحب نربح. الله عمر خرج ان شاء الله مازال ديربي واحد اخر باش نلعبوه قدام جمهورنا ان شاء الله بقدرة ربي تعالي نربح ان شاء الله. حسب رايك شنو اللي عمل الفريق اليوم وخلى الفريق تنتصر 2 بلاش؟ فماش عمل فيه رخيمة، جزئيات صغار هما حكموا في الكرة، بلاريتي غلطة في وسط تيرا، ولازم نحن كنا واقفين بالكدا وخلقنا برشا فرص. إن شاء الله قدرت ربي نخدموا ونصلحوا الأغلاط نتاعنا وإن شاء الله ديما قدام. يعطيك الصحة دريعة شكرا. وسيم مرحبا بك على موقع سبيرونس تونس بونيت. وسيم رجع اليوم للكاج و بون زوز اهداف مش منه هو، ماناش نحكيو عليهم، لكن ما عاونش اصحابه كونفنابلمون معناها. زوز بونتوات مش منه هو، ما عاونش اصحابه، ثبت هي بونتوات منه هي ما عاونش اصحابه. حاجه منهم اثنين. انت رينيك على الاكسيون نتاع الكوفران، البونتو الثاني نتاع زهير ذوادي، معناها ما كنتش بحذا، معناها كنت بعيد على الكوره، معناها حابين جوست نفهموا الاكسيون، اسكو المير مازال ما وقفش، اسكو انت مازلت ما تحضرتش؟ المير ولا الاربيتر مازال ما ظفرش. الذكر هي اللي واحد، انا مازلت دوبارا رجع لقيت كوره في الشباك. سهل ياسر، شوف في محل الرياض ولا في حالة غالة تلقى كان الاربيتر زفر، انا مازلت راجع من ورا المير وهو زفر. هذاك علاش خاطر الناس الكل قاعد تبات، معناها وسيم سيفري بعد شويه على المرمى، بعد قصير لي روبير، لكن مش اللي الحد اللي يكون هو في شيره وكره في شيره، هذاك شنو حابين نعرفه؟ هو بالحق راه زهير حتى في بلاصتها يمكن كانت عندي شونس، كان انا مازلت ركحت روحي، مانيش مستانس نسرق ولا مير ولا واحد، ديما نقف في بلاصتي نقرا كورتي. والله غالب شو نقول لك، مازلت والله مازلت ما ركحتش روحي حتى باش ديبلاسمون في وسط الكاج، مازلت ما عملت حتى ركحت المير وجيتش نقف. ديك صح ليكيب ككل، مش كان الديفونس تمست شويه وقت اللي خرج محمد بن منصور. محمد بن منصور معناها تلقى معناها جوار اكسيا على البنك، معناها نتصور ما يتمس ما يطلعش مع الناس، يعني اكسيا على البنك خلاص شيء حتى لي بالعكس خسرنا فول في معناها ولا ادير جوار نلعب في البوست هذيك معناها سرناها نسيت ساعه ولا قدام نسيت بالكاسيتي اللي عنده معناها يخلق زوكا زيرو جارينا كنا قريب باش نعدو
على غالب معنا صرنا وصلنا صلحون ما شو جينا. شوفنا الاسبرانس أكثر من مرة حاولت ترجع في الماتش لكن ونيري إلى موكي دو رسورس ما نعرفش مونتال ولا دوتر رسورس اللي ما خلتهاش ترجع في المقابلة. شفنا في آخر الماتش وفي كل شيء.